فترة 5 إلى 11 خضنا مباراتين تجريبية مع الميناء، المباراة الأولى فزنا بها والمباراة الثانية تعادلنا اللي هي اليوم، واللي أعتقد إحنا يعني الإعداد وإشراك عدد من اللاعبين وتهيئتهم خلال هذه الفترة يعني مهم جدا. تجربة جيدة لكل اللاعبين، شاركنا من أكثر من لاعب، وإن شاء الله الميناء في حلته الجديدة. الحمد لله والشكر، أنه أعتقد أن المعسكر كان ناجح جيد جدا، ونشكر طبعا أهل البصرة ونشكر نادي الميناء على استضافتهم لنا ولعب مباراتين معهم، استفادينا كثير من المباريات. من مباراة اليوم القوة الجوية كانت مباراة جيدة، يعني استفادينا من عتها. فريق قوي وجوي، فريق عن جيد، وأغلب لاعبين منتخب بطني وبطل الاتحاد الآسيوي. جربنا بعض اللاعبين، احنا لحد الآن نقصنا بعض اللاعبين بخط الوسط وخط الدفاع وبخط الهجوم.